في البداية صديقي، لو أول مرة حضرتك تشوفني ادخل على القناة واعمل سبسكرايب، وبعد ما تعمل سبسكرايب هتلاقي الجرس هيظهر مع حضرتك، ياريت تفعله علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ومتنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجب حضرتك، ممكن تحط لنا كومنت تحت الفيديو، ده بيدعمنا بشكل ما ودعمنا على الباترون لو مقتنع باللي احنا بنقدمه. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن ازاي تقرأ جدول الكيبلز، وهنستعين بالموضوع ده بأحد كابلات من أشهر الشركات اللي موجودة معانا في السوق، وهي شركة السويدي للكابلات. الكتالوج اللي معانا كتالوج السويدي، هنبدأ نشرح من خلاله الكيبل وإيه معنى الرموز اللي فيه ديت، ونحاول على قد ما نقدر نبسط المعلومة ونوصلها للناس. أول حاجة يا سيدي الفاضل، 6/10 × 1 او 1.2 كيلو فولت، ده الريتد بتاع الكيبل بتاع حضرتك، الريتد بتاع الكيبل بتاع حضرتك بتاع الفولتج بتاعه 6/10، ده يعني 600 فولت ل 1200 فولت، ده الريتد بتاعه اللي يشتغل عليه الكيبل ده. بعد كده بيقول لك ان هو مالتي كور كيبل، مالتي كور يعني متعدد الكابلات او متعدد الكورز، مالتي كور يعني 3 فيز 3 كور، ممكن يكون معاه 4 كور، وال4 كور ده بيكون معاه نيوترال، فنقول مالتي كور كيبلز يعني كابل مالتي كور يعني متعدد الفازات او الكيبلز، وذ ستراندد كابر اللي هو مجدول، النحاس بتاعه بيكون نحاس مجدول، بي في سي انسيوليتد اللي هو نوع العزل بتاعه من النوع البي في سي، ستيل تراب ارمورد يعني في شريط معدني من الصلب، ارمورد يعني مسلح، كابل مسلح، والكابلات المسلحة بقى لها استخدامات، مثلا مكان فيه الاجهادات الميكانيكية عالية جدا تضطر تستخدم فيه شريط من الستيل اللي هو الصلب، والبي في سي شيث ده طبقة الشيث اللي موجودة فيه من النوع البي في سي. اتكلمنا قبل كده في فيديو عن تركيب الكيبل، ممكن حضرتك تسيرش عنه على اليوتيوب او ممكن تظهر معاك في الدائرة البيضاء دلوقتي وتفهمها، يعني مكونات الكابل الكهرباء. نيجي بعد كده الخطوة تانية، حاجة اسمها الديسكريبشن. ديسكريبشن هي معناها الوصف، الوصف بتاع الكيبل ده ايه، بيقول لك هو مالتي كور اوف ستراندد كابر كوندكتورز، يعني هو متعدد الكورز اوف ستراندد كابر من النوع المجدول النحاسي المجدول، ار انسيوليتد وذ بي في سي، بيقول لك ان هو معزول بالبي في سي كومباوند، مركب البي في سي ريتد 70 درجة سيليزية، اسمبلد توجذر يعني مجموعين مع بعض، ارمورد وذ ستيل مسلح بنوع من انواع الصلب او شريط صلب، تمام. وبيقول لك كمان ان كيبل ار ريديوست، الكابلات ديت انتجت وفقا للاي اي سي 60502. الابلكيشن بتاعته ممكن نستخدمه فور اوت دور انستريشن، يعني ممكن يتركب اوت دور انستريشن ان دامب اند ويت لوكيشن، في الاماكن اللي هي دامب ديت يعني الاماكن الرطبة، اماكن الرطبة، والاماكن الويت اللي هي المبللة، وير ميكانيكال دامجز ار اكسبكتد تو اوكر، اللي هي ان في ميكانيكال ستريس او اجهادات ميكانيكية على المكان موجودة، فعشان كده الكابل ده مسلح. بيجي بقى نبص على الجدول كده يا جماعة، في حوالي 9 خانات زي ما احنا شايفين، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اول خانة معايا او اول مكان معايا البرودكت كود، ده الكود بتاعه في المصنع بتاعه، ده الكود، وده حاجة مش تهمنا قوي يعني الا اذا كنت بتخاطب شركة السويدي نفسها او حاجة زي كده يعني. تمام، الكابلات عندنا منها 2 كور كيبلز، وفي 3 كور كيبلز، وفي 4 كورز كيبل، وفي حاجة اسمها 4 كور with reduced neutral. لو احنا بصينا هنا ده مش reduced neutral، ده الكيبلز كلها قد بعضها. تمام، اول حاجة النومينال كروس سيكشنال اريا بالمليمتر مربع، الكروس سيكشنال اريا بتاعته بالمليمتر مربع، عندنا الستاندرز المعروفة 6 مليمتر مربع وال10 مليمتر مربع وال16 مليمتر مربع وال25 مليمتر مربع وال35 مليمتر مربع، وده 2 كور كيبلز، ده 3 كور كيبلز، وبتتعاد تاني لل 3 كور، وبتتعاد تاني لل 4 كور، والسي 4 كور في مساحات مقطع اعلى يعني. زي ما حضرتك شايف ادي الكروس سكشن اريا، قال لك ان الماكسيمم كوندكتور ريزيستنس بتاعته، في عندنا دي سي وفي عندنا اي سي، طب تفرق
ده بيديك الاوم على الكيلو متر وده الاوم بالكيلو متر في حالة الدي سي وفي حالة الاي سي. لو بصينا في حالة الدي سي تلاقيها اقل منها في حالة الاي سي. ليه بقى؟ الماكسيموم ريزيستنس ديت في حالة الاي سي في حاجة اسمها السكين افكت، واتكلمنا عنها برضو في فيديو قبل كده، وقلنا ان الشحنات الكهربائية في حالة الاي سي بتميل ان هي تمشي على السطح الخارجي للكوندكتور عن السنتر، وبالتالي دي بتدي نوعا ما مقاومة او بتزود مقاومة الكيبل. تمام. طب ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني لما اجي احسب حسابات الفولتج دروب بتاعتي. اعمل حساب الفولتج دروب بتاعي، ولما ازود مساحة مقطع الكيبل كل ما كان افضل بالنسبة لي ان انا اقلل الفولتج دروب. ان باجي ادخل 380 من طرف، باجي عند نهاية الكيبل او عند الحمل بتاعي ما بلاقيهمش واصل، في فولتج دروب حصل معايا. فالماكسيمم كوندكتور ريزيستنس ديت تفيدني في حسابات الفولتج دروب. نيجي بعد كده للكارنت ريتنج، الكابل ده يشيل قد ايه وهو يشتغل معايا. معنى كلمه كارنت ريتنج ديت ان الكابل ده يقدر يشيل معايا لحد قد ايه ويشتغل مرتاح. ليد دايركت ان جراوند يعني في الجراوند. طبعا افضل تبادل حراري قيمه الكارنت ديت يا جماعه بتعتمد بصفة أساسية ورئيسية على وجود الكابل ده والوصل المحيط بيه. يعني لو الكابل ده ليد يعني نايم أو منفرد أو مفرود في الجراوند بيشيل 50 أمبير على مثلا سبيل المثال 6 مليمتر، 6 مليمتر مربع، 50 أمبير لو محطوط في الجراوند. لأن أعظم تبادل حراري وأفضل تبادل حراري بيكون بين الأرض وبين الكابل. لو هو محطوط في ضغطات بيشيل 40 أمبير، لان التبادل الحراري هنا قليل. لو هو محطوط في الفري اير بيشيل لحد 50 أمبير. طيب انت ممكن تيجي بقى وانت بتعمل حساباتك تفرض ان هو ليد ان ضغطس وتحمله مثلا ب40 أمبير، وتعمل حساباتك كلها ان الاحمال بتشيل معك لحد 50 أمبير، وانت فاكر ان هو هيبقى في الجراوند لكن هو هيتحط في ضغطات، ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى انت كده ايه، الكابل بتاعك هتلاقيه بيسخن، وهتلاقيه فيه ويك بوينتس او نقط ضعيفه جوه الكيبل، لو فيه جونت او فيه تربيطه ولا حاجه هتضرب معاك. تمام. فدي مهمه جدا وانت بتعمل حساباتك. يبقى لو انا حاطه في الجراوند يبقى 50 امبير، لو انا حاطه في الضغطات بيشيل 40 امبير، لو انا حاطه في الفري اير بيشيل 50 امبير. الموضوع ده مهم جدا 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 بالنسبه لحضرتك وانت بتعمل ديزاين. بعد كده بيقول لك الابروكس اوفر اول دايامتر، اللي هو القطر التقريبي من بره لحد جوه، لحد السنتر جوه، قطر الكيبل الحقيقي بالملي متر، يعني بالعزل بتاعه بقى بالشيلد بالارمور ده كله. كابل الله 6 ملي ده تلاقيه بقى كام؟ بقى 16.6 ملي القطر بتاعه. تمام. تمام. ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني لو انا همدده مثلا في على تري، همدده على في ماسورة، افهم الكلام ده كله، اعرف اجيب قطر الماسورة او قطر الحاجة اكبر من ده بشوية، علشان يعني يبقى واخد راحته وفي تبادل حراري، تهوية كويسة للكيبل موجودة داخليا. بعد كده الابروكس ويت اللي هو الوزن التقريبي للكيبل، بيقول لك ان بالكيلو جرام على الكيلو متر. الكابل ده 6 ملي ده مثلا على كيلو متر ب 460 كيلو جرام، كيلو متر منه عامل 460 كيلو جرام. يعني ده يفيدني في ايه؟ ده يفيدني برضو لو انا بعمل تريهات او حاجة تشيل الكيبلز دي، ابقى حاطط في حساباتي الوزن. فانا مثلا هيبقى عندي 2 كيلو متر من الكابل ده، يبقى اضرب ده في 2، الوزن اللي عندي كذا فانا اقدر اشيل كذا. تمام. ده يفيد معايا في الاحمال او الحاجة اللي انا هشيل عليها الكيبل. ده باختصار للتو كور كيبلز. ثري كور كيبلز نفس الكلام، تقراها كده وتشوف ايه المتغيرات اللي عندك. بالنسبة للفور كور كيبلز كده، يبقى انت ما تيجي تختار الكيبل الكلام ده كله بيفرق معاك. وفي برضو يعني مثلا شائع كده مثلا يقول لك ايه، ان الواحد ملي متر من النحاس بيشيل 3 امبير او بيشيل 4 امبير. الحسابات دي مش دقيقة، وان كانت قريبة من الصح ولكنها ليست دقيقة. هو ده مصطلح شائع بين الصناعية وبعضهم البعض، لكن المصطلحات ديت ليست بالدقيقة. ليه؟ لان ظروف التمديد الكيبلز والحاجات دي كلها بتفرق مع حضرتك في
الحسابات، ان هو في الارض او في الاير او في ضغطات او في مواسير، الكلام ده كله بيفرق معاك. ده 4 كور كيبلز، ده 4 مليمتر، بيبقى 3 فاز وفيه نيوترال معاهم نفس 4 مليمتر. تمام. هنا كده لو جيت بصيت تحت هنا تلاقيه بيقول لك ايه 4 كيبل with reduced neutral، يعني النيوترال بتاعي قليل، يعني 35 ملي فيز و16 ملي متر مربع نيوترال، 50 ملي متر فيز و25 ملي متر مربع ايه نيوترال، وهكذا. ده with reduced يعني قليل. ده كان فيديو اليوم بكل بساطة شديدة يا جماعة، ارجوك واكون وفقت ان انا اقدم معلومة لحضرتك وانك ساعدتك في انك تعرف تقرأ الكيبلز كويس. هنزلكم ان شاء الله تحت في الديسكريبشن رابط تحمل من خلاله الكتالوج ده، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله رب العالمين. متنساناش طبعا من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة لو اول مرة حضرتك شوفنا، ودعمنا على الباتريون لو مقتنع باللي احنا بنقدمه. حطينا كومنت تحت الفيديو. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.